بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما كملت المسألة الظن مالتها، طبعا أنا عندي مخزون المسألة يعني هواية حالها تدرون يعني عدة مرات محلولة، فقط جبت لكم القالب المثالي يعني اللي كل الأمور فيه كاملة، مثلا هذا الجلوبال جول شير فورس بوينت جول بوينت تو بوينت جول مسافة بوينت فور بوينت جول مسافة بوينت ستة البوينت جول مسافة بوينت ثمانية رينول نمبر آت بوينت تو رينول نمبر آت بوينت فور رينول نمبر آت بوينت سيكس رينول نمبر آت بوينت ثمانية. طبعا أي مسألة تفتحها لازم تسوي لها لود، إذا يعني مثلا مخزونة عندك وشديت الحاسوب ورجعت فتحتها لازم تسوي لها لود حتى شنو تتحمل النتائج. بعض مثلا كتب لود المن للبرجر ديستريبيوشن يعني كنتور، اقول له انسيرت فراح يفتح لي شنو واجهه جديده بيها المستوي الفرونت، لان يعني الجريان عندي هنا فشي طبيعي اخذ المستوي الفرونت وبالسنتر. كنتور اقول له المن، يقول لي للبرجر ايش قد تريد كم لون يظهر عندك هنا المستويات، اقول له 10 مثلا وبالنص. شوف عيني ها راح يطلع لي شنو توزيع الضغط الرجل ديستريبيوشن اللي هو كتب له. شوف انا اضغط شيء طبيعي عليك ما طالع لي قدام يصير عندنا شنو اقل وهكذا اللي هو هذا الشكل. فانا مسميه طبعا مسوي للكتب له تسويه جديده مسميه رجل ديستريبيوشن يعني هذا قلنا شوف طلع لي نفس الشكل هذا للرجل ديستريبيوشن هاي المسألة مالتك. الاكس فيلوسيتي ايضا هم سوي ديستريبيوشن فسوي هاي لهذا الشكل يظهر عندي واو هاي السرعة، السرعة تقريبا كلها نفس الشيء بس لو ادقق اكثر واو القى المنطقة اللي من الجدار شبيهة بيها تدرج ما بيها هذا اللون، معناتها هاي الباوندر اللي يرد عندي المتكون هاي الباوندر اللي المنطقة المتاخمة لهذا الجدار الصلو صار بيها بروفايل بالسرعة، يعني المفروض هنا اللون هم احمر بس هنا عندي ازرق والنوب اخضر والنوب اصفر وبعدين احمر، هذا يصير له بروفايل بالسرعة يعني بسبب الباوندر اللي صار عندي تدرج بيما بالسرعة ادى الى تكون هاي المنطقة. شوف اول شي تبدي اول ما تخوين بالريل وول، يعني هنا انا ما موجودة لان هذا السطح شنو ايديال وول، بينما هذا السطح من نقطة الاصل الى مسافة 1000 مليمتر هذا شنو ريل وول، فبالريل وول راح تظهر لنا شنو الباوندر. شوف هذا النام للاخير من نقطة الاصل له وتحافظ على السمك مالته. شلون نعرف تحافظ على السمك مالته؟ لان لو نجي للاكس واي بلود نقول له إديت راح يقول لي شو تريد؟ أقول له أريد ترسم لي تغير السرعة باتجاه الأكس ويامن ويا الخطوط العمودية رسمتها أنا، لأن اللي أكس تساوينا بوينت تو بوينت أربعة بوينت ستة، فأقول له راوني ياهن شلون صرت أغير السرعة باوي؟ أتغير السرعة على طول الخطوط العمودية، يعني عدي جدار صفر وكل ما ابتعد عن الجدار تزداد السرعة الى ان فد مسافة معينة راح تصير السرعة هي نفسها سرعة الدخول، فهذا كله بروفايل، يعني سمك الباوندر لاير يكون في المكان الذي تكون فيه السرعة 99% منين من الفري ستريم فيلوسيتي. اقدر احصل على سمك الباوندر لاير في المكان الذي تكون فيه السرعة مساوية الى 99% منين من السرعة مال الفري ستريم فيلوسيتي، فالفري ستريم فيلوسيتي 5 معناته اذا حصل مكان ب 4.9 يعني هنا ينتهي سمك الباوندر لاير. ايش قد هاي المنطقة لو اسقطها هنا راح يطلع لي سمك الباوندر لاير نص هاي المسافة، يعني نقول 0.005 في 1000 ايش قد، يعني هاي المنطقة إذا هاي 1 متر أقسمها 0.01 أقسمها على 2 راح تكون قد 0.005 في
ألف راح يصير عندنا الرقم هنا إيش قد خمسة وهكذا إلى هنا على سلك الباوندر لير في أي مكان. هنا يبدأ الخط شنو يثبت، لأن سلك الباوندر لير يثبت، فهذا الخط راح يحافظ عليه من على المستوى الأفقي، لأن الباوندر لير بعد ما يزداد سلك، لذلك تبقى شنو السرعة هنا ثابت هذا المكان للأخير. إذا سمك الباوندر لير هي شنو تسقط في مكان ثبوت السرعة على هذا المحور، المسافة من نقطة الأصل إلى المكان تسقط فيه هي تمثل لي سمك الباوندر لير، واللي هو هنا 0.005 تقريبا، ما يعادل 0.005 متر، 0.005 متر اللي هو تقريبا 5 ملم ثيكنس هنا للباوندري لير. طبعا اكو هنا حكي على بلازيوس، هاي امور ادفانس وما ممكن انه تفهموها الا من خلال التقدم بالدراسة والمحاضرات. راح نرجع لهذا المثال بالمستقبل وراح اراويكم شنو البلازيوس اكويشن وشون نقارن بين الحل النظري وبين الحل اللي يخص المحاكاة وشون نرسم الخطوط النظرية والخطوط الحقيقية. هاي المسألة نفسها تنحل على الووتر وانشاف الفرق بين من بين جريان الهواء وبين جريان المويه. الفرق بيناتهم هو عبارة عن الفرق بين جريان اللامينر وجريان التيربنت، يعني الهواء كان جريان لامينر والماء راح يصير جريان التيربنت. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو بشكل البروفايل مال السرعة، راح يكون عندنا عدة أشكال مختلفة، فالبروفايل مال السرعة بالووتر يختلف عن البروفايل مال السرعة بمن بالمية، أحدهم لوغارتميك والآخر برابوليك. هذا هو الفرق بين اللامينر والتيربنت في شكل البروفايل للسرعة، واللي هو يكون أما برابوليك أو لوغارتميك حسب نوع الجريان الموجود عندنا. فهاي المسألة هي تقريبا أصعب مسألة بالكتاب، وهي المشكلة صايرة بداية المحاضرات، فإحنا نظل إن شاء الله نعيد، لأنه إذا أخذنا المحاضرة الجاية راح نأخذ نفس هذا المبدأ، يعني نفس الباوندري نفس التفاصيل، بس بدل ما بليتها راح أصير إنبوب أو راح أصير كرة أو راح أصير جناح مال طائرة، فهاي الأمور راح تتكرر بالمستقبل، فلا تخافون هذا الحكي راح ينعاد أكثر من مرة، وإذا صارنا مجال إن شاء الله هم نرجع على المحاضرات اللي عندكم بيها مشكلة ونعيد عملية المحاكاة، وجوز نسوي أونلاين يعني محاضرة أونلاين أو لقاء نشرح بيه التفاصيل اللي ما فاهمين. فهاي مجرد بداية، نصب البرنامج نصب الفلو سيميليشن اللي هو يجي وياه مباشرة. أنا أنصحكم إنه تنصبون ويندوز 10 وتنصبون 64 الأوبريتنج سيستم، يلا تصير عندكم حاسبة يعني مرتبة ومنظمة، ويندوز 10 والأوبريتنج سيستم 64 بت وخط سوليد وورك 2014 64 وما صار عندك إن شاء الله مشكلة في عملية فهم هذا البرنامج. فهو هذا البرنامج يعني يفيدك باشر، هو إذا جاءت مكتب استشاري أو إذا اشتغلت بشركة أو كذا، على الأقل عندك سوفت وير تقدر تسوي به محاكاة، لأن تقدر تحاكي أنت هنا أنا مثلا صمام، تقدر تحاكي فجر عيان معين، فتقدر تعرف مثلا مناطق الفشل مناطق التيربنت إلى آخره من الأمور المختلفة. وهنا تنتهي المحاضرة، ما عندنا طبعا تفاصيل كثيرة اختصرتها أنا، لأعتبرون فيديو تحميل وكذا، إن شاء الله بالمستقبل هم نقدر نمر عليهن ونحكي على تفاصيل كثيرة. شكرا جزيلا لإصغائكم.